فرحه كبيره طبعا يا كابتن هيثم، وكل طبعا سعيد وفرحان جدا، ويمكن الكابتن محمود الخطيب كان داخل طبعا على لعيبه النادي الاهلي عشان يهنيهم بالفوز الكبير جدا، حاجه رائعه جدا ومميزه. والحقيقه كل الشكر والتقدير للنشاط الرياضي بالكامل وكل اللعيبه، موسم رائع ومميز جدا بينهيه للنادي الاهلي. وزي ما اكدنا وقلنا كابتن هيثم، سواء في سيدات الكره السله، سيدات الكره الطائره، والنهارده كمان الكره الطائره رجال بتحقق الثلاثيه، مجهود كبير جدا بنحيي عليه الجميع. ويمكن زي ما انتم شايفين حميد مرجان متواجد، الدكتور سامح حمدي متواجد، الكابتن محمود الخطيب متواجد، رساله ورساله دعم ومسانده كبيره جدا للجميع. ان شاء الله باذن الله بنستمر الفتره اللي جايه، بنتمنى يكون هذا الاستمرار الرائع والمميز جدا للنشاط الرياضي بالنادي الاهلي. ويعني يمكن كابتن محمود الخطيب اكيد هيقول كلمه لكل لعيبه النادي الاهلي، يعني هنحاول ان احنا نكون معاك وناخد الكلمه اللي هيقولها كابتن محمود الخطيب. ان شاء الله، ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله باذن واحد طول العربيه اللي جايه بس طويل بس انا مش عايز العالم شاهد على امجاده وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 اهلي بيروحوا نسيانهم سهل والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهل.